تخيل معايا طفلة عندها 5 سنين بتقرر إنها تقتل أخوها وأبوها وأمها. What would you do to him, Beth? قصة الطفلة دي من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. طفلة بتتلذذ إن هي تأذي وتعذب أهلها، ومش بس أهلها، دي كمان كانت بتتلذذ إن هي تعذب الحيوانات بتاعتها وكمان كانت بتقتلهم. اتشهرت البنت دي في الإعلام الأمريكي باسم الصغيرة المختلة. تعال نشوف إيه السبب اللي ممكن يخلي طفلة ما تتعداش 5 أو 6 سنين إنها توصل للمرحلة دي من العمر. أنا أشرف مجدي، والنهاردة هنتكلم عن بيس توماس. في البداية قبل ما احكي لك القصة، حابب انبهك لحاجة مهمة جدا. لو عندك اطفال بتربيهم، لازم تاخد بالك ان تربيتك للطفل مش مجرد ان انت تجيب له اكل وشربه وتصرف عليه وخلاص. كل موقف بيتعرض ليه الطفل بيأثر فيه وبيأثر في شخصيته، عشان كده لازم تاخد بالك كويس جدا وانت بتتعامل مع ابنك، لان كل المواقف اللي بتعملها معاه فهي في يوم من الايام هتكون ذكرياته، وعلى اساسها بتتبني شخصيته. بتبدأ قصة الطفلة بيس توماس سنة 1984. شخصين متجوزين ربنا ما رزقهمش بأطفال، قرروا ان هما يتبنوا طفل يأنس وحدته، وبالفعل بيقدموا طلب لملجأ دار ايتام عشان يتبنوا طفل. وما بتعديش ايام قليلة الا والملجأ كان مكلمهم وبيقول لهم ان في اطفال موجودة للتبني، بس مش هيكونوا طفل واحد، هما اخين مع بعض، بنت اسمها بيس وعندها حوالي 1.5 سنة، واخوها اسمه جون وعنده حوالي 6 شهور أو 7 شهور. فرح الزوجين بالخبر ده وقرروا ان هما يتبنوا الطفلين. وقبل ما يستلموا الاطفال، الموظفين بتوع الملجأ حكوا لهم قصة الاطفال وقالوا لهم ان امهم متوفية وابوهم سايبهم وما فتحوش سيرة اي حاجة تانية. حياتهم كانت طبيعية جدا لحد ما الاطفال كبروا شوية. بدأت بيس ان هي تتغير وتحولت لشخصية غريبة وبقت عدوانية جدا، وكانت دايما تكسر في اللعب بتاعتها، وكانت طول الوقت بتقول لابوها وامها انا بكرهكو انا عايزة اقتلكم. في مرة من المرات بالليل بيسمع الزوجين صوت صريخ جاي من أوضة الأطفال. جروا بسرعة على الأوضة بتاعت الأطفال عشان يلاقوا بيس ماسكة جون وعمالة تضرب فيه وكانت عايزة تموته. فضلوا يحاولوا يحشوها عن أخوها الصغير وسألوها، بيقولوا لها أنت ليه بتعملي كده؟ قالت لهم كده أنا عايزاه يفضل يتألم قدامي لحد ما يموت وعايزة اموتكم انتوا كمان. وفي مرة تانية بيكتشف بالصدفة الزوج ان جون الولد الصغير مليان باصابات وجروح كتيرة في بطنه، ولما بيسألوا مين اللي عمل فيك كده كان بيرفض يجاوب، بس بعد الالحاح قال لهم اختي هي اللي عملت كده، كانت بتفضل تجيب سكاكين وآلات حادة وبتفضل تعور في بطنه، ولو قلت لحد ان انا اللي عملت فيك كده هموتك. قرر الزوجين من وقتها ان هما لا يمكن يسيبوا بيس كده من غير رقابة. وبعد ما راقبوها اكتشفوا ان هي بتعمل حاجات غريبة جدا، يعني مثلا كانت بتاخد الدبابيس وتفضل تدخلها في الحيوانات اللي كانوا مربينها عندهم في البيت. ولما واجهوها وسألوها ليه بتعملي كده، قالت لهم انا بكون مبسوطة وانا شايفاهم بيتألموا. ومش بس كده، ده في مرة من المرات مسك الطير من الطيور فصلت راسه عن جسمه. وفي ليلة من الليالي سمع الزوجين صوت صريخ جاي من أوضة بيس، وكانت عمالة تقول بابا عايز يأذيني بابا عايز يأذيني. جروا عليها وسألوها مالك في ايه، قالت لهم انا بيجيلك ابوس كل يوم بان بابا بيقع عليا من مكان عالي وبيعورني في جسمي. حاولوا يهدوها ويقنعوها ان ده مجرد حلم وان باباها مش موجود هنا، بس وقتها قرر الزوجين ان هما يرجعوا لدار الايتام اللي كانوا اخدين منه الاطفال. في محاولة منهم ان هم يحاولوا يعرفوا اي تفاصيل اكتر عن الاطفال دي، سألوا الموظفين بتوع دار الايتام اللي اداهم الطفلين انتوا جبتوا الاطفال دي منين وايه كانت قصتهم، بس الموظفين كانوا بيحاولوا يهربوا من سؤالهم. بس في الاخر بعد الضغط عليهم اعترف موظف من الموظفين عن اللي شافه مع الاطفال دي، قال لهم انا لقيتهم مرميين في بيت مع ابوهم، وكان البيت ده مليان بالزبالة وواضح ان هو ما تنضفش بقاله شهور، ولقينا ابوهم قاعد على جنب سكران ومش في الدنيا، والطفل جون كان مرمي على الارض والحفاضة اللي بيعمل فيها حمام ما اتغيرتش بقالها كتير، لدرجة ان الحمام بتاعه كان طالع على جسمه، وكمان لقوا راس الطفل كانت مسطحة كده من كتر ما الولد مرمي على الارض وما بيتحركش، حتى ازازة اللبن بتاعت الطفل كانت مرمية جنبه واللبن اللي كان فيها كان متعفن،
يعني واضح ان الولد ما كلش بقاله فتره كبيره جدا، لدرجه ان هم لقوا القفص الصدري بتاع الولد الصغير كان طالع كده وبارز من جسمه من كتر ما الولد ما بياكلش. وحتى الطفله بيس لقوها كانت لابسه هدوم خفيفه جدا مع ان الجو في اليوم ده كان برد. فقرر وقتها الموظفين ان هم ياخدوا الاطفال دي ويهتموا بيهم وياكلوهم لحد ما حد يجي يتبناهم، وبيقولوا لهم ان هم مرضوش يحكوا لهم القصه دي لان هم افتكروا ان الموضوع خلاص ماضي وانتهى، وشايفين انه ما كانش ليه لازمه ان احنا نحكي لكم قصتهم المأساوية دي. قرر الزوجين وقتها ان هم مش هيتخلوا عن الاطفال، وقرروا ان هم يعالجوا الطفله بيس، وبالفعل جابوا لها طبيب مختص في الحالات اللي هي بتبقى زي دي عشان يحاول يعرف من الطفله ايه اللي كان بيحصل معاها بالظبط وهي صغيره. واكتشف الطبيب بعد العلاج ان البنت دي كان ابوها بيغتصبها بشكل يومي وكان بيعورها في كل جسمها. واتنقلت بعدها بيس لدار رعايه مع دكتوره متخصصه في علاج الاطفال اللي هم بيتعرضوا لسوء معاملة وهم صغيرين. وبالفعل بدأ دار الرعاية ان هو يهتم بالطفلة ويخليها تشارك في نشاطات مفيدة عشان يرجعوا لها ثقتها لنفسها، وبينجح بالفعل الدار ان هو يعالج الطفل. I'm burning my, bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. ومش بس كده، دلوقتي بيس لسه موجودة وعايشة، وكمان بقت ممرضة وفتحت دار رعاية شبه اللي هي كانت فيه، وبقت هي اللي بتعالج الأطفال اللي عندهم مشاكل نفسية واللي تعرضوا لصدمات زي اللي هي تعرضت لها. عشان كده قلتلك خلي بالك من معاملتك لطفل. بيس لما تعرضت لمعاملة مش كويسة بقت شخصية عدوانية، ولما تعرضت لمعاملة كويسة بقت شخصية ناجحة وكويسة. ولو عجبتك الحلقة ما تنسانيش من اللايك والشير، ولو حابب محتوى القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف الحلقات الجديدة اول باول، واشوفك على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية.